ديك الساعه من اول حاجه مني جابوا ليا في الفيديو قبل ما نشد كاع رجلت لي الروح. ديك الساعه هذيك 8 ايام كنت نصف ميت والله، ولكن ما رجع ليا بنتي ديك الساعه رجعت فيا الروح من جديد. ضروري ضروري ما غادي نقول لها القصه تاعها، انا ما قلتهاش لي انا، اي واحد تلاقى معاه يقول لها القصه. اللهم تسمع من عندي انا احسن، دخل شوف تي في غادي تعرف القصه تاعها كامله. اللهم تسمع من عندي انا احسن. تبارك الله. ياك يا خديجه.